يا قطن سبحان منصور يا بيض وناعم ومنور يا قطن سبحان منصور يا بيض وناعم ومنور زرعت ايديني يا قطن مان يا نور عينيني يا قطن مان يا بيض وناعم ومنور يا قطن سبحان منصور ابتدينا في موضوع الجني من منتصف أغسطس حتى هذه اللحظة. عملية الجني مستمرة عند أغلب المزارعين. المساحة المنزرعة عندنا هنا في محافظة الفيوم وصلت ل 20,000 فدان من 335,000 فدان على مستوى الجمهورية، اللي هي زادت بمعدل 100,000 فدان عن العام السابق، ودي حاجة كويسة ومبشرة جدا. تبتدي عملية الجني، الفار بينزلوا عندنا من بعد الفجر مباشرة، بينزلوا الأرض بيجمعوا المحصول ياخدوه يعبوه في الشكاير اللي هي الخيش عشان موضوع التلوث وخلافه، وبعد كده بعد ما بيجمع المحصول بيبتدي يحطه في الشكاير عشان يورده لحلقة التسويق بعد كده. بالنسبة لدور معهد بحوث القطن في هذه المنظومة، ان احنا بنقوم بعمل الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، عاملين حلقات ندوات إرشادية للمزارعين من خلال التعاون مع معهد بحوث القطن ووزارة الزراعة وإدارة الإرشاد الزراعي في المحافظات المختلفة ومنها محافظة الفيوم، بحيث ان احنا بنوعي المزارع بالممارسات اللي هي يجب اتباعها عشان يقدر يجني محصول جيد، منها الفطام في الميعاد المناسب، عدم الري بغزارة، عدم التعطيش في النباتات، مكافحة الآفات في نهاية الموسم، مكافحة الحشائش اللي هي موجودة، وكل دوت عشان نطلع محصول جيد، بالإضافة لعمليات التسميد اللي هي عمليات التسميد بالبوتاسيوم عشان نطلع محصول جيد وممتاز يتميز بالجودة العالية بالكمية الإنتاجية العالية. مساحة القطن عندنا السنة دي الحمد لله زادت بسبب ان الاسعار السنة اللي فاتت بدأت تتحرك، وصلت ل 4000 و4500، فالمساحة زادت. كان عندنا السنة دي 2578 فدان قطن، وعندنا 1060 فدان طفيلة تريكوجراما. طفيلة تريكوجراما ده عبارة عن مقاومة حيوية، ما بنرشش مبيدات، بنعمل اطلاقها كل 10 ايام للفدان، ودي بتعطي نتائج احسن، وبتعطي الشركات بتحب الحاجات اللي هي الحيويه دي لانها بتتصدر بمبلغ كبير بره. واحنا ان شاء الله بنحاول ان شاء الله ان احنا نزود مساحه الطفيل اللي هي المقاومه الحيويه عشان المبيدات نقل منها، لانها بتعمل لنا تلوث، بتعمل لنا مشاكل. الحشره نفسها بتاخد مقاومه من كتر الرش مره واثنين وثلاثه، فتاخد مقاومه وبتبقى في النتيجه برضو بتبقى ضعيفه. نحتاج ده بيرفع تكاليف الزراعه للفلاح. يعني بالنسبة لمحصول القطن في محافظة الفيوم، مصر رائدة في زراعة القطن، وعقد المزاد لأول مرة ينعقد بمديرية زراعة الفيوم، كان قبل كده في حلقات التسويق أو في بره المديرية. عملنا المزاد الأسبوع اللي قبل اللي فات في مقر قاعة الإرشاد بمديرية الزراعة الفيوم، ووصلنا الحمد لله لتسعير كويس في القطن، وكان 500 كان المزاد اللي فات. جينا عقدنا المزاد اليوم النهارده بقاعه الارشاد برضو مديرية الزراعه، المزاد وصل ل 450 و4300 وحاجات زي كده في المزاد بتاع النهارده. المزاد النهارده عقده في 11 حلقه على مستوى 11 حلقه على مستوى محافظه الفيوم، منافسة على 12,000 كيس تقريبا وكسور، دي مجمل عدد الأكياس اللي تنافس عليها أو اللي تم المزاد عليها النهاردة في قاعة المزاد. يعني إن شاء الله أنورت يوم من مين يا حلال.